السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صاحب السمو الملك سلمان. شوف هذول اللي اجتماعهم الليل اللي عندك كلهم بلاط يسرق في سرق. نحن يمن جنوبي معروف، والآن دولتنا بنسميها جنوب الحر. وخليك إن شاء الله، اللهم اشهد اللهم إني بلغت. شوف بلاد الجنوب في رقبتك إنك بتنحاز مع هذول العصابة. أنا طالب وطلعت قعر الجيل، تروح يدك في عشاق. ولا عن الآن أنا ما دخلت في حرب، لكن بدخل في الحرب. بلادنا نباها جنوب استقلالنا فورا. أول أنت بتأمن نفسك من الشيعة هذول أهل صعدة ومن الزيود، المذهب الخامس. المذهب الخامس يا سلمان، خليك رجال. أبوك الله يرحمه كتب توصية في الصندوق وطرحها، قال يا عيالي أبهو يتوحد الجنوب مع الشمال. تمام ولا ما هو تمام؟ توصية، بس أنتم ما تابعتوا وصية أبوكم. الآن شوفوا الموقف اللي بيجيكم الصعب. خليكم مع الجنوب، خليكم مع الجنوب ومع علي سالم البيض. داو فورا بالاستقلال، ما فيه لزج. وبعدين مع احترامي لكم، لا بيننا نحن ياكم حوار، لا بيننا بينكم نحن فأقاليم، لا بيننا وبينكم شي شرعية. عبد ربه منصور بيجيب شرعية من راسه دي، لا ما يمشي عندنا يا جنوبيين. نحن جنوبيين أحرار، ولا نبغى واحد أتراك يتحكمون علينا. أمهم تمرانة وأبوهم إبرة بالأشرم الحبشي، عبد حبشي من أديسي بابا، كان بيحتل الكعبة عندكم، بيحتل هذا اللي ربي يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف المأكول. إن الباطل كان زهوقا. نحن هذول ما نريد مستعمرين، احنا لا حوتي ولا زيدي ولا يحجنون، نريد بلادنا استقلال نزايد عليه ما فيه أبدا. بلا بلاطجة لاجتماعك الليلة، البلاطجة هذول معروفين حق بطونهم، هذول بلاطجة يوم معك ويوم عليك. يتقتلوا جماعة عبد الناصر يكذبون عليه، يقولون بكرة معك يا جمال عبد الناصر، في الليل ينقلبون عليه. هم دول حد بيأمن فيهم يا سلمان؟ خليك رجل، خليك مع علي سالم البيض وبس. انتوا بالجنة وانتوا بالنار، دخل مع هذول. والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.